Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Al-Gharimar al-Ladoudan, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. وجها لوجه مرة جديدة في معركة مصيرية ومرة جديدة أبطال المعركة المهاجرون. لنقل أنه في العقود الأخيرة تغير المشهد في فرنسا، تغير كثيراً مع ملايين المهاجرين المحاصرين بين أحلامهم بالحياة الأفضل وبين واقعهم الصعب. على هامش تلك الأحلام، لوبين تقول إنها تريد أن توقف تدفق المهاجرين، أن تنهي حق الأسرة المهاجرة بلم الشمل، وأن تسرع ترحيل المهاجرين المجرمين. لكن الأهم ربما هو تصريحاتها حول الحجاب، إذ قالت إن الحجاب رمز لأيديولوجية إسلاموية وليس زيا دينيا، وبالتالي يجب منعه في الفضاء العام. هي جاية تصفر وتخضر، هي اللي حاسة الفعل اللي زار، هي حيت معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حاجتو هي شلو. من جانبه ماكرون فجر قنبلة بقوله في المناظرة مع لوبين إن منع الحجاب سيتسبب بحرب أهلية. قد تكون تلك الحرب بعيدة، لكن الحقيقة هي أن الوئام الاجتماعي في بلد حقوق الإنسان لم يكن يوما أكثر اضطرابا في بلد حقوق الإنسان. ليث بزاري، باريس.